قال مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني إيهاب الطماوي إن اللجنة تتطلع للاستماع لكافة الآراء والأطروحات من مختلف الاتجاهات بهذه المرحلة، مؤكدا العمل على تنشيط واستعادة عمل الأحزاب السياسية في إطار الجمهورية الجديدة. جاء ذلك في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الأحزاب السياسية المندرجة تحت المحور السياسي لمناقشة قانون الأحزاب السياسية والدمج والتحالفات الحزبية والحوكمة المالية والإدارية ودور لجنة الأحزاب. وأكد الطماوي أنه لا إقصاء لفكر أو طرح طالما يتوافق مع الدستور، موضحا ضرورة الخروج بتوصيات من خلال التوافق بين كافة الآراء.